مين فينا ما مر في هذا الموقف؟ أول مرة قابلت عبد الله كنا في الجامعة. لا لا، تقابلنا في عمل تطوعي. لا أنا متأكد. صدقني أنا فاكر الموقف كأنه أمس. أكيد مريت فيه. تفتكر موقف بكل تفاصيله، لكن شخص ثاني عاش معاك نفس الموقف يفتكر تفاصيل مختلفة تماماً. على حد علمنا الذاكرة عبارة عن مخزن أو شريط تتسجل عليه الذكريات، وإنه ذكرياتنا محفوظة وسليمة 100%، مثل ما نحفظ ملف على الكمبيوتر. يمكن ننسى شوية تفاصيل، لكن الذكرى الأساسية موجودة، وهذا خطأ، لأنه الأبحاث أثبتت مؤخراً إنه الذاكرة ما تعمل بهذه الطريقة، وإنه نصف التفاصيل في ذكرياتنا غير صحيحة. الذكريات ما تتسجل في المخ لحظة حدوثها كأنها تتسجل على شريط فيديو، لأنه الذكرى تأخذ وقت لين تترتب وتتصنف وتتسجل في المخ. وهذا يفسر ليش لما أحد يتعرض لحادث وخبطه في الرأس ما يفتكر الحادث، لأنه عملية التسجيل في المخ تم اعتراضها وما كملت. ولو أخذت عملية التسجيل وقتها، فهذا مو معناه إنه الذكرى بتفضل زي ما هي للأبد. بالعكس، الصحيح إنه ذكرياتنا تتغير مع الوقت، لأنه كل ما افتكرت ذكرى بتعيد تشكيلها حسب مشاعرك للذكرى في الوقت الحالي. فلو مثلا كانت عندك ذكرى جميلة مع صاحبك بس حصلت بينكم مشكلة وتفرقتوا، الذكرى بتتغير وبتخسر تفاصيل كثير فيها، خاصة التفاصيل الجميلة، وترجع تتسجل في المخ مرة ثانية بالشكل الجديد بتفاصيل سلبية جديدة. ولما تفتكرها مرة ثانية تفتكر النسخة الجديدة من الذكرى وترجع تغير فيها وهلم جرى. أحياناً تتغير التفاصيل لدرجة أنها تصبح ذكريات جديدة، يعني الذاكرة زي لعبة تليفون خربان. تقول الباحثة دونا بريدج، استعادة الذكريات ليست آلة زمنية تأخذنا في الماضي لنعيش الذكرى كما هي، بل هي مجرد استعادة آخر تغيير طرأ عليها. والأخطر من هذا كله أنه في ذكريات ما حصلت يسجلها المخ كأنها حصلت فعلا، وهذا يخلينا نفكر مثلا في الشهود على جريمة وما مدى صحة شهادتهم، وقد إيش سمعوا كلام أثر في ذكرياتهم اللي أحيانا تكون هي الفاصل ما بين الحرية والسجن. صحيح أنه باين كأنه الموضوع عبارة عن ضعف في الدماغ، لكن في الحقيقة أنه له إيجابيات كثير. فمثلا يستطيع الأطباء النفسيين أنهم يمحوا ذكريات حوادث واعتداءات لبعض الأشخاص كالاغتصاب أو الحروب أو غيرها عشان يكملوا حياتهم بشكل طبيعي. وكمان فكر قد إيش في ذكريات سيئة ما أنت فاكرها أبداً، وكيف كان ممكن تأثر عليك لو تفتكر كل شيء في حياتك. وعشان تعرفوا أكثر في هذا الموضوع ننصح بقراءة كتاب The Illusion of Memory، ولا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب.